شلون يعني إعادة هيكلة؟ ما جاي شو قصتها؟ معقول ما بتفهم يعني؟ وصال شوفير وهاني خدامة. هلأ مو وقت مسخرتك، الله يرضى عليك. طيب فهمني شو؟ بدي طبق قوانين صارمة بالبيت، وكلمتي هي اللي بدها تمشي وبس. أهلا وسهلا فيك زاهر بيك. أهلا وسهلا. هلي أهلا وسهلا، الله يخليك. الحمد لله على السلامة بابي. الحمد لله على سلامتك يا عمي. بتمنى الله يسلمك تكون رحلتك موفقة كانت. منيحة منيحة الحمد لله، ماشي الحال. الحمد لله. بتعرف انه صيدك وصلان لآخر المعمورة؟ عن جد؟ ايه بس لمصيبة، انه برا بيهتموا بكل شيء وهون للأسف ما حدا بيهتم بشيء. الصراحة يا عمي ما عاد فارق معي، لأنه ضميري مرتاح يعني. من الأخير معلم يعطينا يعني الزبدة، وصلت لنتيجة ولا ما وصلت لنتيجة؟ لا والله بك يخرب بيته، بدل ما أسحب منه حكي هو سحب مني حكي. ايه أكيد يا سيدي، مو بوجهك، مو لأنه هلأ أنت قاعد عن جد لا تفكر من باب المديح يعني. لا والله أجحش من هيك أنا بحياتي ما شفت. لك يخرب بيت سنتك، بتعرف لو أنا محلك، لو أنا محلك هلأ كنت ماسك عليه 158 ألف مستمسك. مستمسك؟ لك ايه مستمسك. لك شو مفكر انت؟ نعم يعني هلا هو ماسك عليه مستمسك؟ الله يخربه لبيتك. شو حكيت له؟ لا تخاف لا تخاف، ما جبت سيرتك. ولك اوع فرابيزة، دير بالك تكون قلت له شو عم نخططها. لا شو انا حمار لاقول له شو عم نخطط؟ حكيت شيء اكبر من هيك بكتير. نشفت المي بعروقي، الله لا يوفقك. أكتر من هيك لك اللي شو حكيت له؟ آخ يا سيدي هذا روح قلبه النميمة والشلي، كيف بدي نسي القصة؟ ولك اللي شو حكيت له؟ سيدي من كلمة لكلمة وسيرة جر سيرة، سألني على الخطبة والزواج والإعجاب، رحت قلت له أني معجب بفوفو من سيادة الوزير السابق. لا لا بلا بلا. كتير مهم انه يكون ضميرك مرتاح. سوري عاوزك بكلمتين على انفراد. هو انا بابي؟ انا قلت له بكلمتين على انفراد. اوكي سوري. لما ما سمعتيني. شرف. تفضل تفضل تفضل. بالاذن مالك. اهلا. مريد شو بده يكون بده منه؟ ماشي بعرفني. روح اعرف لي. روح بلكي حسوا علي. روح خير. شوفي خير. شوفي إيه؟ مخالف سرعة. أنا أعوذ بالله أنا ما بخالف السرعة بنوب، أنا بمشي على السرعة النظامية مثل ما بشوفها بالشخصة المرورية. حتى أسألها ليكا وي مزبوط ما كان مسرع. شفت شلون؟ حتى ليك رابط حالي رابط بحزام الأمان. أنا بدي أكتبك مخالفة، أعطيني ورقك لشوف. يا ابن حلال طول بالك، يعني خالفني ما عندي مشكلة، بس قل لي اقنعني شو سبب مخالفتك لألي. ها يا سيدي لقيت لك مخالفة غير شكل. سيارتك كتير كتير حلوة، وهي بيجوز تسبب أذى للناس الطفرانة. هاي السيارة حلوة كتير بتسبب أذى. ما عجبتك مو هيك؟ إيه مو مشكلة من لاقي لها غيرها. فادي قل له مين بابا؟ ليه؟ ليك يا حبيب القلب، يعني أنت هلا يمكن بعذرك أنا، يمكن أنت ما عرفتني. ما هيك؟ ما عرفتني أكيد ما عرفتني. إيوه بلشنا بالواسطات. ومين حضرتك بلا صغرة؟ لك أنا فادي. فادي ابن الوزير هيثم برابلو. بس هذا الوزير استقال من فترة صح؟ أه لا ما استقال، بس هو أخذ إجازة. أخذ إجازة؟ شو عم سلبي علي؟ بعدين حتى شو ما كان أنت مخالف. إيه لألك وينك؟ أنا يعني أنت هيك برأيك أنه أنا خاص مخالف وأنت بك تخالفني؟ يعني بتحب انكشتك المخالف نكش؟ لا فهمت عليك، لا تشغل بالك بنو. لا لا دارت لي. السلام عليكم. يا عيني عليك، سلمي على البابا.
تاني مرة ما بدها الأخد وعطاء. ليك عين الله عليك بتحل أكبر مشكلة. شايف؟ مع السلامة. الله يسلمك. شكرا. برضو شو سمعت؟ سمعته عم يقول له ما بيصير يا هيثم. يس معناتها عم يقنعه. والله خيلتيني يا سمار، شلون بدك اياه يرجع الوزارة بعدنا شهر من ورا الاستقالة؟ شو فيها الخير خيرين. بس بس فعلا الحق معك يا صغري. ولو يا عم بعجبك. انت كل عمرك تجبني. يلا بالاذن. ما لسه يعني ما شفناك ما كسر عود شباك. بابي ما شبعنا منك، وين رايح؟ الجايات اكثر من رايحات يا بنتي. يلا خاطركم. ما شاء الله معك يا عم. الله معك. السلامة. السلامة. بابي يبارك حالك. ايه بابي. شو عم تغسلها السيارة هلا؟ لا معلم شو غسلها؟ عم بسقيها. لك مو وقت مسحك الوسائل. معلم الحق عليك، أنت ما قلت لي إنه بدك تروح لأرني. وشو عامل بحالي هلا أنا؟ والله بدك تستنى. ولك شو استنى لك يا هاني؟ أنا مستعجل. يلا يلا تشفها بسرعة خلصني. معلم حتى لو نشفتها ما رح يمشي الحال. الكوليات عم يزحط وطريقنا كله نزول. أيوه، وأنا شلون بدي أروح هلا؟ ليش وين بدك تروح؟ لك شو وين بدي أروح؟ بدي أروح على شغلي. شغل شو؟ مو على أساس بطلت شغل؟ لك هاني شو قصتك انت؟ ما بتعرف انه عندي مكتب محاماة ولازم اروح على المكتب تبعي؟ وحياة راس وصار راح عن بالي. للأمانة ما بالبالك إلا وزير، حتى لو سابق، بس وزير. قلي لشوف هات، قديش بدها وقت هاي؟ ما كثير معلم ما كثير، يعني شغلة 4-5 ساعات. امشي قدامي أمل السيارة روح. شرف معلم من بعدك نحن. لا خلص امشي. أعوذ بالله من اليمين معلم. لا خلصنا بقى هاني. شرف. تحرك. شرف. شرف معلم. بس وعي غدروك التكاسي ها عم بيلطشوا هالايام معلم، يعني بدك تدير بالك. وقف لي تاكسي واتفق معي. هات لنلاقي تاكسي، مش في هون انه كل سنه لتمرق تاكسي فاضي. ايوه. شو وينه هيثم؟ هيثم راح. شو يا؟ كثير اخذه وش؟ هيك هيثم حاف؟ قصدي هيثم جوزك راح. لوين راح؟ انا خفت اساله يقوم يزعل مني. معك حق يا وصولتي، هذا مزاجه كتير كتير معكر، لك إذا أنا بسأله بيزعل مني. طيب ساوي لك فنجان قهوة؟ أي والله ساوي لي، راسي رح ينطوش، ساوي لي قهوة والحقيني فيها. حاضر مدام. لك والله غريبة هالزحمة هاي، مو بالعادة مثل هالوقت يكون في هيك زحمة. بيكون في اجتماع بعيد عنك. ايوه انت بتشوف تلفزيون؟ لا والله ما بلحق، بشوفت عينك. يعطيك العافية معك حق، يعني اليوم الواحد بيشتغل ليل ونهار يا دوب يطلع بيقمد اكله. صحيح. حضرتك شو بتشتغل؟ شكلك مو غريب علي. انا محامي يا اخي. ايوه سيدي الله يكتر الجرايم مشان تسترزي. شو رايك نخالف هون هالعشر امتار اذا مستعجل؟ لا الله يرضى عليك الا المخالفه، انا زلمه بحب القانون يكون صح. يلا مثل ما بدك. معقول يا عيسى تستغل منصبك مشان تخلص من الزحمة؟ آخ لك أنا منصيب، ليش صفي منصيب؟ هلا معقول تتضايق لأنه ما عاد ينفتح لك طريق؟ لك آخ من وين الواحد بده يلاقيها، ولا من وين؟ من بيته ولا من مرته ولا من شغله؟ لطيف لك الله يعدم يعني.
بونجورك ام السوس. وينه ابوك؟ علي الطلاق ما بعرف وينه. ما بعرف ليك السيارة هون. لك شو بك انت ليش قلقانة؟ بيكون هيك راح يشوف رفقاته من الصبح. لك حبيبي ابوك صار له كم يوم مو على بعضه، مو عاجبني. بدك الصراحة؟ وانا مو عاجبني هيثم بنوب. لك انا خايفة ابوك يعمل له شي عملة مو محسوب حسابها ونقعد نصلح من وراه. ايه ولا يهمك، حطي ايديك ورجليك بمي باردة، هذا المذيع صار صاحبي، امتى ما بدك بنتر له حلقة لهيثم. لك يقبشني حبيب المامي يلي مدعوم وايده واصلة. يا ريتك لو شفتي امبارح ابنك حبيبك شو صار فيه، كيف تكسرت مقاديفه؟ تبهدلت مع الشرطة؟ بعرف بعرف، لنشوف آخرتها مع أبوك. ايه هلا صحيح أنت يعني بدل ما هيك تضلك موترة أعصابك وعم تهزي، ما هتدقي له تليفون لهيثم تشوفي وينه؟ لك عدمني إياك أنت وهالزكا تبعك، من الصبح عم دق له نسيان تليفونه هون. ما كان يا عمي لك، ناس عم تشقى وتتعب وناس قاعدة لا شغلة ولا عملة، عم تتصور تعمل لي. لا تبلشتني أنت التاني. ليكي إذا استمر الوضع بهي الطريقة احتمال ما نقدر نتجوز وصال. لعما ليش؟ لازم نلاقي خطة بديلة. خطة بديلة شو يعني؟ يعني شلون بدنا نكفي حياتنا أنا وياكي على راتبك بس؟ إيه ما بيكفينا. ليش راتبك وين؟ لا راتبي شايله لكبرتي. ايوه معناتها فايت على طمع. لا عمي لا، مالي بمنيتك بنوب، لا تخافي علي، رح ظبط حالي، رح ظبط شغل. قلي شو رح تعمل؟ هلا انا كنت بقلك، بس مشكلتك لك وصال انه لسانك طويل، بتلت كثير بالقصة، رح تروحي تحكي وتفسفسي هون وهون. لا اماني اماني، بتقلي شو بدك تعمل مشان مستقبلنا؟ رح بطل اتجوزك. على عيونك إلهي. امبارح تقلت بالشرب. شرب شو ليه؟ مي ماما مي، اما طاري طلع مع البحصة المسكينة، قامت قضتها امبارح عم بتكورت بهالمي، قامت صارت تفوت على الحمام بالليل وما نامت. خلص 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 لعيتي لي قلبي. ليكي انا رايحة عندي استقبال، في حال ابوكي سأل عني بتقولي له انه انا طلعت مع خالتك رغد. شو؟ مع خالتي رغد. ايه ماشي. ايش هو وينه؟ ما بعرف، طلع من الصبح، لا بيقول وين رايح ولا بيقول ايمتى راجع، وكمان تارك موبايله بالبيت. يلا باي. ماشي ماما، يقهرني جمالك. خرسي. بتحكي معي هيك ليش؟ وفيقي انت بقى، طاق خلقي. يلا هاني حرك حرك. اهو علينا، ما بدنا نخلص من القصة اليوم. ليه؟ ليش عم تحكي معي؟ لك يا مدام الله خلينا ياك، يعني السيارة متشتشة ما بتمشي ولا متر وهي هي. مشان هيك هيثم ما راح فيها؟ ايوه مشان هيك هيثم ما راح فيها. هاني؟ ايه. تعرف لوين راح؟ طبعا قال لي. لوين؟ المشكلة مخي ما كان معي، بتعدميني إذا متذكر. لك عدمني ياك، ما باخذ منك لا حق ولا باطل. بدي اطلع بالسيارة وروح مشواري حتى لو متشتشة، يلا حرك، يلا. تفضلي. نعمة. يا أخي لا والله أنا ما بدي منه شيء، هو يعتقني وتركني بحالي. إيه اليوم وين السهرة؟ أيوة أنت شو عرفك إنه هو قال آخر سهرة؟ أنا قلت له حلف إنه أنا قلت له. خلاص خلاص صدقتك، يعني بكون أنا قايل لك أنت رفيقي لأنه ما بخبي عنك شيء. إيه شو
لك لا لا، يعني هو بيكون معصب فبيقول انه هيك اخر سهره وخلص من الحكي هذا يعني، بس بعدين انا بروح بالسهر بتعرف يعني. لا يا رو ماشي ليك خلص، روح هلا روح المسا بشوفك، وعندي هيك كم شغله بيساويه. ايه مضغوط انا بتعرف يعني، دائما علي ضغط والله يا دوب عم بفضى اشوفك. يلا سلام، باي باي. يا الله يسامحك يا هاني، عم تسحب مني حكي؟ ولك انا نزار سيد من سحب كلام ورفع فلقه بهالبلد. ماشي انا فرجيك والله لخليك تعترف، وانت وعم تضحك مو مشانك، جاكارب عاصف ابو اسيا لعلمه كيف الشغل. ماشي يا عاصف، والله اذا ما بطيرك وبعد محلك. لا لا مبلا مبلا، هاني مو هون خي، ألف الحمد لله. ماشي هلأ راح تشوفوا وش نزار الجديد. بي شو هاد يا لطيف؟ خير شوفي. ها شوفي ما شو أنا شوفي ما أنتي شوفي ما شو بدك؟ أنا شو بدي أنتي شو بدي أنا شو كان بدي؟ إيه صح، شو كان بدك يا نزار؟ شو كان بدك يا نزار؟ إيه صح نحنا بالسكر عم نشرب مخفر وقطعنا، نحنا بالمتي عم نشرب، نحنا بالمخفر عم نشرب متي وقطعنا بالسكر، بعد إذنك شوية سكر. يا مو تكرم عينك. ولي يا لطيف شو هاد؟ مين هاي؟ لا ما كنت حاسب الحساب، بس منيح طلعت قد حالي ونفذت حالي بذكاء، برافو عليك يا نزار وكسبنا شوية سكر. يا سلام لم 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 لم، هلا بيكون جزار هيك مرة طاشة مرة كبيرة، بيقوم بدق لي على هالجهاز، بقوم انا برد عليه بيقول لي سيدي بقول له نعم، بيقول لي انا طالب منك مؤازرة. يا سلام عليك، شو هالأداء هاد يا أبو آسيا العظيم؟ والله مو بوشك يا سيد أبو آسيا، نعم، والله أنت أحسن واحد قعد على هالكرسي، شكرا يخلي لي إياك سيدي. احترامي سيدي. أهلين 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 نزار بيك، أهلين أهلين. شو؟ شو؟ فتحت لي هديك البنت. ايه ما بعرف شو صلي تلبكت فت بألف حيط، ما لقيت حالي غير عم قلها بالله اعطينا شوية سكر وضربين متي. لا لا بلا بلا الله لا يعطيك العافية، هلا هذا اللي طلع معك شوية سكر وضربين متي؟ سيدي استر على أختك، والله ما حبيتها لهالشغلة بلاها. طيب يعني أنت يعني ما حسيت بشي، ما شفت شي، ما يعني ما ولا شي ابدا؟ هلا شوف، بما انه هديك البنت فتحت لي الباب معناها ما في حدا من اصحاب البيت موجود، وبالاضافه لذلك سياره الوزير السابق ما انا موجوده. ايه شو يعني ما فهمت؟ يعني قلت لحالي انه هاي المعلومات ممكن تفيدك. بتعرف شو الحق علي انا، بس حذر ليش؟ لاني بعتت واحد مثلك ما بيطلع بإيده شيء. أنا ما بيطلع بإيدي شيء؟ إيه يا سيدي، أنت ما بيطلع بإيدك شيء. عليك نور، أنت قلتها بلسانك، خلص خليني روح نام. لا ما أظن. لعب غيره سيدي. إيه؟ شو علي؟ أنا بفرجيك وبفرجيك. طيب شو بدك يعني أعمل؟ أخي بتروح بتراقب البيت وما بتساوي شيء لحتى اقول لك انا. لا لا بلا بلا ايدا ساوي متي. حاضر سكر يا ابو.
بس بدي افهم لمين طالع غليظ؟ وين راح ابوك؟ ما بعرف لسه ما اجا. هذا الزلمه عم بغض غطاط وما عم بعرف وينه. ايش بنا ام السوق؟ لك حركي حالك شوي، مين مرته انا لما انت؟ مرحبا. اهلين. الغايب غيبتك بجيب معه هديه. ايوه كنت بالصين يعني مثلا. وين كنت؟ وين بدي يكون؟ رحت شوي على المكتب وبعدين نزلت على القهوه قعدت انا ورفقاتي شوي. هي سومي حبيبي؟ ليش هيك لونك مخطوف ومانك رايق يا رو؟ لك ما عاد حدا استحاب. فوضى وين ما رحتي فوضى. ليش شو صاير معك خير؟ رحت لحتى اشتغل بمعاملة لميمي. الله وكيلكم البواب كلها كانت مسكرة بوشي. شايف؟ شايف يلي بيرفس النعمة شو بيصير فيه؟ لا عيني مو شرط. يعني ما بصير تنحل مشاكل الناس إلا بالواسطات ومن فوق. العيونة؟ أنت بس اللي مين مدايك هيسومي حبيبي والله بسود لك عيشتك. لك خراس بقى، خراس بقى وانضب. وانتي شو شايفك مترسمة وين كنتي؟ وين بدي كون يا حسرة؟ ليش إلي عين شوف حدا أو أطلع مع حدا؟ يا دو رح تشربت فنجان قهوة مع جارتنا. حضروا لنا الغدا لكن يلا. يا حويلتو هيسا والله صاير بيقطع القلب. خليه خليه لحتى يعرف النعمة اللي كان فيها. وسام! عمكي؟ معك بخصوص الموضوع. عمو انا وعدتك ما بخلق بوعدي بس موضوعك بالذات على ما يبدو شكله بده تصرفات تانية. والله يا حياتي بما انك مواطن عادي ما رح يمشي الحال. سمر شو رايك تلبسي طربوش وتشتري محلي؟ ولك اخ لو صح لي اللي صح لك كنت عملت عمايل. فوفو بابا امتى ناوية تلتفتي لدروسك وتبطي تلتهي مع ميمي؟ بابا هو من حيث النية فأكيد موجودة، أما ايمت فما بعرف. أنكل يعني إذا بتقصد إنه أنا عم لهي فوفو على الدراسة بسافر على بيروت؟ لا لا بنتي أنت مالك علاقة بتلهيتهم، أنا أولادي وبعرفهم. ليك عينك هيثم حبيبي مشان تكون هيك بالصورة، أنا على الجامعة ما عاد لي عين روح بنوبها. مو على اساس انت ابن الوزير المشهور واللي طلع ابوه على التلفزيون وعملوا معه مقابله؟ هيك كنت مفكر، بس بعدين وضح معي وضوح الشمس الساطعه يا روح انه ابن المسؤول غير مو ابن الوزير المستقيل. هاد انتو يلي عم تدوروا عليه، الفشخره والبهوره وشوفت الحال. توقعوا باخطاء وبالاخير بدكم الوزير يجي يرقع لكم اخطائكم. هذا هو كل همكم. وشو منشان طلبات الجماهير؟ شو؟ لكلكم تغيرتوا، حتى الأكل تغير. طبعاً اللي بيطبخ لوزير مو مثل اللي بيطبخ لحدا مو وزير. هاي طلع على أطيب أكل بأكله بحياتي، ليش ما عم عاجبك الأكل يا روح؟ إيه والله طيب بابا كتير. لك أنا عم أحكي مجازياً. حياتي الأوراق يلي بدك إياهم كبهم ولا شو؟ سمر أنا بتمنى تريحي حالك ولا بقى تعرضي مساعدتك لحدا. حاضر يا عمري. كلوا تقبروني كلوا. لكف ساعة اثنين ثلاثة أربعة وبعدين ما في حركة ما حدا بين لك فوفو مدري فيفي فوفو 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 ما بقى بينت كمان. الله يخلصني منك يا عاصف أبو آسيا يا رب خلصني منه يا رب. هو قاعد بالمكتب أنا قاعد ناطره. إيه تعال راقب عني ضروري أنا العالم مثل هالوقت بتنام شوي نام لساعة اثنين ثلاثة. السلام عليكم أخي. أوف 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 يا ماجد أوف. الله وكيلك اللي شفته اليوم كفيل بإني ما ضل ساكت. شو شفت؟ لك شو شفت؟ فساد ليوم الفساد، فوضى ليوم الفوضى. لك تقول ما قادر حدا بهالبلد يعمل شيء إلا إذا كان معه واسطة. أخي هيثم أنت إمتى جيت من سويسرا؟ يا رجل هالشيء قديم كثير. لك والله بعرف شيء قديم كثير،
بس معقول انا يعني بجوز ما كنت منتبه، ما بعرف. بتصدق وقت كنت بالوزاره هالشيء كله انا ما كنت شوفه؟ وضح اكثر. مشكله بسيطه كان بدي ساعد فيها ميمي. اتصور وقفت بطابور اكثر من 4 ساعات وما مشي الحال. لعما حسيت انه راسي رح ينفجر يا رجل. ايه شو عملت؟ شو عملت؟ اضطريت اتصل بواحد وب 100,000 منية لحتى مشي الحال. يا عيب الشوم عليك يا عيسى، شو بلشت الخيار والفقوس؟ لك هذا على مبدا دور صغير، فما بالك على اكبر والاكبر والاكبر. اخي هيثم بدي اسالك سؤال. تفضل. لتكون استقلت بالوزاره لانك خفت؟ انا خاف؟ لك ماجد انت اكثر حدا بتعرف اني ما بخاف من حدا، وحيات عينك وبكره بتشوف رح حاربهم كلهم من اصغرهم لاكبرهم. تحاربهم كلهم؟ هذا مؤاخذه، كيف بدك تحاربهم وانت اسف يعني ما عدت وزير؟ لك يا رجل، لك والله شيء بجنن اللي كان يتصل فيني ويترجاني ويتمناني، لك ما عاد حدا بين منه. لك طول بالك انت الثاني، شو بدك تصلح الكون؟ ايه يا سيدي بدي صلح الكون. هلا يعني بعدين بقصة ميمي شو صار؟ مشي الحال ولا لا؟ يعني بصراحة إذا ما اجت دفشة من فوق ما رح يمشي الحال. يا حبيبي على هالحالة. يا سيدي ما رح اسكت وبدي أعمل شيء، وحضرتك بدك تساعدني. أنا؟ أكيد ما لحالي رح اشتغل، لازم نكون يا ماجد كلياتنا إيد وحدة. أنت متخيل شو ممكن نعمل؟ أوه. ما كثير تتأمل لك ماجد، طالما في ناس بدها تخرب وتترك الأمور فلتانه، الله وكيلك ما رح يمشي الحال. الله وكيلك حيرتني، هلا شو ناوي تعمل بالضبط؟ ما بعرف، وحياتك ما بعرف. ألو، أهلين أبو حامد، يا هلا. لا ولو بسيطة. إيه خلص ولا يهمك، ربع ساعة وبتكون محلولة إن شاء الله. يا زيدي زدني، مو أنا والله مالي علاقة. شو قلت؟ مو أنا يا زيدي. مو أنت. صدقني. صدقني كمان. لك. والله مو أنا. مو أنت. وصدقني، يعني ما ضل إلا إنك بس هيك يعني إنه تبكي لك شوي قدامي. والله مو أنا. قوم أنا صدقك. تبكي لك شوي قدامي، قوم أنا صدقك. 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 عمل شو بده؟ تعمل بيقلبه الثاني. تكروح. ذكرني وين كنا قبل ما يرن التليفون؟ سيدي كنت عم تعيط وتقول انك ما راح تصدقني. شو؟ ما راح تصدقني سيدي. ايه طبعا ما راح صدقك، طبعا ما راح صدقك، طبعا ما راح صدقك. ولك لك انا المساعد عاصف العشي ابو اسيا، ولك في تحقيق ولك. شو بده ها؟ خليك تحت ولاد. الو نعم. خير؟ ايه صح عندي. شو طالع وما طالع هو؟ شو الشغله سايبه؟ لك يا عاصف، يا عاصف انا متاكد وطالع على كفالتي يا حبيبي. كفالتك قلت لي؟ والله يا استاذ هيثم يعني عدم المؤاخذه زمن اول تحول، بعدين عدم المؤاخذه كمان قلت لك انه هذا شغلي. والله عم اقول لك طالوا على كفالتي. لك عاصف شو قصتك؟ لك يا حاج بقى تقول لي على كفالتك وما كفالتك، شو عم اشتري من عندك براد ولا غساله؟ انا لسه كانت لي اياهم ورا بعض. كفالتي كفالتي كفالتي. ايه طيب شو لازم نعمل؟ والله يا حبيبي انا راح اقول لك كيف نحل، خليك معي بالله اسمع شوي. بتجي بيعمل لك توكيل وبتتابع له انت القضيه، بعدين لنشوف التحقيق يعني لوين بيوصل. مع السلامه. مع السلامه. لا تؤاخذنا الله يوفقك استاذ هيثم، لا تؤاخذنا من شان الله. مع السلامه. مع السلامه. ولا نزار انت ما قلت لي انه هدول نايمين؟ ايه نايمين. لا لا بلا 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 بلا. طيب شوي بدي حاكيك بس كلمتين قبل ما ليك امبارح. تايني تايني. لا 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 لا
يا نظاره. بلا بلا شريف حط عاصف ما عاد إلنا موني علي. عاصف؟ إيش وقفت على عاصف؟ يعني بيتي أنظم أنا، مرتي أولادي أنظم. شو إلا؟ قال إذا بدي دافع عنه يعمل لي وكالة وإثبت براءته بالقانون. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. أكيد ما بتعرف شو بدك تقول لي، لأنه كمان أنت تغيرت. لا بزمتي ما تغيرت. بلا بلا تغيرت. طيب خلص مثل ما بدك، تغيرت تغيرت. شفت شلون اعترفت؟ هيثم شو بتفشش فيني أنا؟ آخ والله ما بعرف يا ماجي، تركني بهمي الله يرضى عليك. يا جماعة الخير، سيادة الوزير. شلونك سيادة الوزير؟ أنا دايس بصوتك. لك شو دايس بصوتي؟ وين فايت أنت على كراجات البول ما عم تنادي شو في؟ ما أبو غيرك يساعدني يا سيادة الوزير. وزير؟ مين وزير؟ لك ما عرفتني يا هيثم بيك؟ معقول؟ أنا حمدان ابن أبو حمدان من ضيعتك. ليش هيك متغير يا سيادة الوزير؟ ترى المناصب يعني بتغير الأشكال كمان، أنا بعرفها بتغير النفوس. بس أنت ابن أصل وما بتتغير. لك يا أخي يا أخي ما تقل لي بدك تعتذر عن مساعدتي، ترى أنا والله مالي غيرك وغير رب العالمين يا سيادة الوزير. ركز معي ركز يا أخي. أنا شوف ترى مو كلها طلباتي، في طلب لأخوي وطلب لأختي، والله كلها أوراق نظامية وما تحتاج إلا توقيعك الكريم. ويا ريت تقبل مني هالهدية، والله مو رشوة، اشتريت لك ياها من عنا من الأرض، يعني كله من خيركم سيدنا. يا أخي أنا أخوك؟ يا سلام لو انك تعتبرني اخوك جد وتساعدني. لك يا عمي فهم علي، ساعدني لساعدك. انا بدي اساعد يا سياده الوزير. لك انا مو وزير. حسافه حسافه عليك، تخليت عن اصلك كرمال ما تساعدني. اسمعوا له اللي عم يضربك، شو صاير لك؟ عم بقول لك انا مو الوزير، انا مو انا شوفير للوزير، انا شوفير للوزير. فهم حقك علي والله. ترى لك هيبه وقار. طيب سيادة الوزير وينه؟ راح من هون، ما أنا هون. شو بدك أنت؟ طيب لو سمحت لو توصل له هالورقة وتقول له إنه حمدان ابن سامر ابن هفيان وهو بيعرف لوحده، وقل له دخيل عينك يساعدني. خلاص أنت ما تأكلها، ما أعطيني إياه هون وتيسر وأنا بعطيه للوزير. يلا لكن السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أنزل على الكراجات ولح أقرأ على القرية. الله معك. السلام عليكم. درب السلامة. السلام. على اليسار على اليسار. الله معك. شو بده هذا بالطلاق؟ الحما لو نسينا نقول له انه ما عاد وزير. يي على القصه. لو يلا انا شو دخلني؟ شو وين السياره؟ معلم انت هون؟ لكن وين بدي يكون؟ طبعا انا هون. لا هلا قلنا له مو هون. لمين؟ لغ واحد اسمه حمدان من عندكم من القريه، جايب لكم هدول. قال كله من خير الله، بس نسيت اقول له انك استقلت. الله يهديك لك يا هاني، هذا حمدان من ضيعتنا لسانه طويل كثير، يعني إذا ما خدمناه بكره بده يضحني بالضيعة. ما قلت لي وين السيارة؟ صحيح ما قلت لك ما قلت لك؟ شو في مصايب جديدة فيها كمان؟ إي والله. امبارح مدري شو صار له، فجأة ركبت لحالها الله وكيلها. ولك هاني لا تكون عم تسوي سيارة بغيابها. أعوذ بالله، أنا بعملها بس كنت عم بوصل المدام، هي آخر شيء عملته. طيب ماشي، روقف لي تاكسي خلص. يلا بسرعة. شو مدام رنا؟ حاسة كأنه في بتمك حكي. بصراحة مو حكي، بدي أطلب طلب. من عيوني. لك خلي لعيونك. قلت بلكي أبو نجيب. لك ولي على قامتي، نسيت أنه أبو نجيب قدم استقالته. شايفة؟ ما لنا نصيب نساعدك. يلا بسيطة، بس كنت بدي اقول لك خيره بغيره. بس شو حبيبتي؟ انت نسيتي هيثم وعلاقاته، ولك نسيتي انا بنت مين؟ ولا بس جايه لحتى تهزي لي بدني؟ انا؟ مو معقولي انت؟ الله يسامحك. بس مو مشكله مو مشكله، انت قولي لي شو مشكلتك واكيد اكيد رح نحل لك اياها. لا لا مشكلتي صعبه شوي. خلاص انت انسي الموضوع، أنا بشوف المدام وداد أو حدا تاني.
مدام وداد مو مشكلة. انت تفرجتي على المقابلة؟ ايه طبعا كتير كنت حلوة. ايه تقبشيني. بس دخلك ليش ابو نجيب ساوى هيك؟ انه قدم استقالته؟ ما بعرف. لك ليش طلع بالمقابلة؟ يعني بتنفهم غلط. انا مش عنكم حبيبتي. هنن يلي طلبوا يعملوا معنا مقابلة مو لحنا اللي طلبنا. لكن انا بدي روح لعند المدام وداد. نسوان!